برعاية رئيس الوزراء الأسبق عون الخصاونة، كرمت الكاتبة والباحثة سارة طالب السيل المؤرخ عمر العرموطي بمناسبة إصداره ما يزيد على 50 كتابا، من ضمنها موسوعة عمان أيام زمان، وهي أضخم موسوعة في العالم عن عاصمة أو مدينة، وذلك بحضور سفراء عدد من الدول العربية والأجنبية وقامات وطنية وعشائرية من مختلف محافظات المملكة. وتحدثت في مستهل هذا اللقاء الثقافي الكاتبة والباحثة سارة طالب السهيل، وقال السعداء اليوم بتكريم المؤرخ عمر العرموطي بمناسبة إصداره ما يزيد على 50 كتابا، من ضمنها موسوعة عمان أيام زمان، التي تتحدث عن عمان، هذه المدينة العريقة الضاربة بالقدم والحضارات التي مرت عليها، وشواهد هذه الحضارات لا تزال ماثل العيان، ما أكسب عمان مكانة تاريخية مجيدة. ولهذا يأتي المؤرخ عمر العرموطي ليقدم عمان بموسوعة تعد إنجازا كبيرا على مستوى العالم، بما تضمه من تفاصيل تحكي تاريخ عمان الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وحياة العمانيين في مدينتهم التي أحبوها. لذلك يستحق العرموطي التكريم والتقدير والاحترام على هذا الإنجاز الغير مسبوق عربيا وعالميا. كما لا يخفى عليكم فإن عمان يعود تاريخها إلى القرن 7 قبل الميلاد، ما يجعلها واحدة من أقدم المدن المأهولة، حيث شهدت العديد من الحضارات والثقافات التي لا تزال آثارها شاهدة على عراقتها. إن الدلائل التاريخية والأثرية من كهوف وأبراج وأعمدة وقصور وبيوت ومدرجات وكنائس ومساجد ومقابر وعملات وفخاريات وتماثيل تؤكد أن عاصمتنا عريقة وبها عمق وعبق التاريخ، قد لعبت دوراً تاريخياً عظيماً عبر حقب متلاحقة ومتداخلة، ما أكسبها مكانة تاريخية مجيدة. ما يتطلب من المخلصين الوطنيين من أبنائها أن يعملوا جاهدين على إبراز مكانتها التاريخية وما تركته من بصمات ناصعة على جبين التاريخ، وكذلك تسليط الضوء على موقعها الجغرافي المتميز الذي كان له الدور الأبرز في الحفاظ على مكانتها. وفي هذا الإطار جاءت موسوعة عمان، أو جاءت الموسوعة التي يعني جاهدة التي عمل المؤرخ عمر محمد نزال العرموطي جاهدا على إنجازها. اسم الموسوعة عمان أيام زمان تمثل إنجازاً أردنياً بل عربياً بالغ الأهمية، حيث أنها تتميز بكم هائل من المعلومات حول عاصمتنا وآثارها الخالدة وأسواقها العتيقة وشوارعها العريقة ودروبها التي تحمل عبق التاريخ، فضلاً عن مأكولاتها التراثية وأزهائها الفولكلورية. وجرى ذلك بالاستعانة بشهادات العشرات من أبناء عمان الذين يختزنون الكثير عن مدينتهم العريقة. أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم، وشكراً لحضوركم، وبتمنى أنه تكونوا مبسوطين معنا وإحنا في ربوع عمان الجميلة ونتحدث ونحتفي بعمان الجميلة، وشكراً جزيلاً على الحضور الكريم. بدوره شكر المؤرخ عمر العرموطي في البداية راعي الحفل رئيس الوزراء الأسبق عون الخصاونة، كما شكر الكاتبة والباحثة سارة طالب السهيل لتلطفها بتكريمه من خلال هذا الحفل، وقال هذا الكرم الحاتمي الأصيل ليس غريبا عليها، وهي شيخة بنت شيوخ وتنحدر من قبيلة عربية أصيلة، فوالدها المرحوم الشيخ طالب السهيل كان زعيما لقبيلة بني تميم في العراق، وهي قبيلة المليون التي يتجاوز تعدادها في العراق أكثر من 1 مليون نسمة، القبيلة العربية الضاربة جذورها في التاريخ. الأستاذ عون الخصاونة القاضي الدولي النزيه ورئيس الوزراء الوطني الحكيم، مضيفتنا المحترمة الأستاذة الكاتبة والباحثة سارة طالب السهيل، الشيخة بنت الشيوخ، سيادة الشريفة بدور بنت عبد الإله، أصحاب السعادة سفراء الدول الشقيقة والصديقة، سفراء السعودية وأذربيجان وبنغلاديش وتركيا والمكسيك والسودان، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، السيدة وصفية مصطفى وهب التل شقيقة الشهيد وصف التل وابنة شاعر الأردن الكبير عرار، سعادة الشيخة الدكتورة منيرفة زوجة الشيخ المرحوم طالب السهيل، السادة شيوخ العشائر
ملح الأرض ومنبع الفروسية والشجاعة والكرم. أيتها الأخوات، أيها الإخوة الكرام، أحييكم في هذا المساء العماني الجميل من عمان، أجمل عاصمة في الدنيا. عمان مدينة المحبة والسلام، مدينة الأمن والأمان، المدينة التي تجمع ولا تفرق. عمان التي لن تنحني إلا لله الواحد الأحد. في البداية أشكر راعي الحفل القامة الوطنية دولة الأستاذ عون الخصاونة لرعايته حفلنا اليوم، كما أشكر الكاتبة والباحثة المبدعة الأستاذة سارة طالب السهيل لتلطفها بتكريمي من خلال هذا الحفل الذي دعت له اليوم. فهذا الكرم الحاتمي الأصيل ليس غريبا عليها، وهي الشيخة بنت الشيوخ وتنحدر من قبيلة عربية أصيلة. فوالدها المرحوم الشيخ طالب السهيل كان زعيما لقبيلة بني تميم في العراق، وهي قبيلة المليون التي يتجاوز تعدادها في العراق أكثر من 1,000,000 نسمة، القبيلة العربية الضاربة جذورها في التاريخ وتنتشر في عدد من الدول العربية ومنها الأردن. ونذكر هنا عشائر المجالي والمعايطة وهم تمايمة، وفي قطر الأسرة الحاكمة آل ثاني، وفي فلسطين حيث نذكر عائلة التميمي في الخليل. فرحم الله الشيخ طالب السهيل الأمير العروبي الأصيل. أيها الحفل الكريم، منذ نعومة أظفاري عندما كنت طفلا صغيرا كنت أقرأ يوميا عدد من الصحف والمجلات وأتابع نشرات الأخبار والأفلام الوثائقية، لأنني تربيت في بيت سياسي، وكنت أجلس مع والدي المرحوم الأستاذ محمد نزال العرموطي الذي كان قد عمل وزيرا للداخلية وسفيرا للأردن في عدد من الدول العربية الشقيقة. فكنت أجلس معه عندما يستقبل السفراء والشخصيات الهامة، وأحاول دائما أن أرافقه في زياراته، فالمجالس مدارس. فتجمعت لدي ثقافة عامة غزيرة، ومنذ الصغر كنت أحب قراءة القصص وكتب التاريخ. وقد درست في الجامعة الأردنية مرتين، حيث تخرجت المرة الأولى في عام 1981 فحصلت على شهادة بكالوريوس إدارة أعمال وعلم اجتماع، ثم تخرجت المرة الثانية عام 1995 فحصلت على شهادة بكالوريوس في التاريخ، هذا التخصص الذي أحببته. وبعد أن عملت في قطاعات مختلفة اقتصادية وأكاديمية وزراعية وتطوعية، عرفت بأن اتجاهي الحقيقي هو نحو التأليف والتأريخ والكتابة الصحفية. لذلك قمت بتأليف وإعداد عدد كبير من الكتب، ومن بين هذه المؤلفات موسوعة عمان أيام زمان التي قمت بإصدارها على مدار 14 عاماً، ويبلغ مجموع صفحاتها حوالي 7,500 صفحة، وسوف أصدر الجزء 12 إن شاء الله في بداية العام القادم 2024، بحيث يكون مجموع صفحات هذه الموسوعة 10,000 صفحة، وبجهد استمر 15 عاما، وأعتقد بأنها أكبر موسوعة في العالم عن عاصمة أو مدينة. لذلك إن شاء الله يكون لي فرصة أدخل موسوعة جينيس. الحمد لله، فقد رزقني الله بأبناء أحبهم كثيرا، كما رزقني الله بأبناء جدد وعددهم 51، وهم كتبي التي أنتجتها أو أعددتها أو شاركت في تأليفها، فهي خالدة تحمل اسمي أبد الدهر، وهم أبنائي أيضا. وقد تعلمت هذه الحكمة التي أجدها كل يوم أمام عيوني، أنا أفكر إذن أنا موجود، وما دام القلم يتحرك في يدي فأنا موجود، وبأن أشرف أنواع الصناعات هي صناعة الأفكار،
وبأن المجتمعات لن تتقدم ولن تتطور إلا بالعلم والمعرفة، سأبقى حتى آخر يوم في حياتي أتعلم، ومهما تعلمت ومهما قرأت فلن أختم العلم، وسأبقى غافلاً عن أشياء كثيرة، لكنني تعلمت بأن الإرادة العجيبة تجعل من المستحيل أمراً ممكناً. شكراً للمرة الثانية لراعي الحفل دولة الأستاذ عون الخصاونة، وشكراً للشيخة بنت الشيوخ الشاعرة والباحثة والكاتبة المبدعة سارة طالب السهيل لكرمها الحاتمي وتكريمي اليوم، وشكراً أيها الحفل الكريم لحضوركم واستماعكم. حمى الله الأردن الغالي، وحمى الله القيادة الهاشمية المظفرة. الباحث والمؤرخ محمد أزوقة قال: لقد قام عاشق عمان المؤرخ عمر العرموطي بكتابة أطول رسالة حب لمدينة عمان التي عشقها، فأرخ تاريخها وتفاصيل حياة أبنائها على مدى 15 عاماً، فقدم المكان والإنسان لتخرج لنا موسوعة عمان أيام زمان التي تقترب من 10,000 صفحة، قدمت ذكريات رائعة تضمنها هذا المجلدات، وخاصة السيرة الذاتية للقامات الوطنية والعشائرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. سوف أحدثكم عن انطباعاتي في موسوعة الحب عمان أيام زمان. لقد قام عاشق عمان المؤرخ عمر العرموطي، وعلى مدى 14 عاماً، بكتابة أطول رسالة حب في التاريخ، عبر فيها عن حبه لمدينته في 16 مجلداً، أعاد فيها تعريفنا وتذكيرنا نحن أبناء عمان بكمية الذكريات والحب التي يحملها كل فرد منا، ومدى حبنا للمكان الذي تشكلت فيه عواطفنا، نفوسنا، قلوبنا، أفراحنا، أحزاننا، تطلعاتنا، وكل مفردات كينونتنا. تجتاحني الدهشة ويغمرني الإعجاب وأنا أقلب صفحات هذه المجلدات، أتأمل الصور، أقرأ التعليقات، أتعمق في بعض المقالات، خاصة تلك التي تحكي سير الرعيل الأول من شيوخ العشائر الراحلين والأحياء، غرفوا من معين حكمتهم التي هذبتها التجارب والسنين واتباع نهج آبائهم وأجدادهم. ثم ينقلني النص إلى سيرة الملك المؤسس الشهيد وحفيد ملك القلوب الذي أحب الأردن والأردنيين، فبادلوه الحب والإخلاص ليبنوا من الأردن واحة أمن واستقرار، أهم ما فيها أن المواطن محترم وحياته مصونة. ثم يأخذنا مؤرخنا إلى رؤساء الوزارات، الوزراء، كبار العسكريين، فلا ينسى أن يذكرنا بأنه كان للأرمن أيضاً، إضافة إلى العرب والشراكس والشيشان، ضباط كبار مثل كريم أوهان وهرج أتيمزيان جاري القديم. يثير المؤلف عاصفة من الشجن حين يتحدث عن جارين القريبين بهجة التلهوني وأحمد الطراوني، فأتذكر كم أضحكنا العم أبو عدنان حين كان يوقف موكبه عندما يشاهد المرحوم والدي في الحديقة ليصيح به: شلونك يا أقرع؟ ليرد عليها أبي: اسم الله على شاليشك، فقد كانا زميلي دراسة وكلاهما أصلع. كما كرمني العم أبو هشام بلقب الكاتب النحرير. أصل إلى مسيرة
جار الصديق الدكتور عبد الرحيم ملحس توقف يوما يتأمل صورة أشعة لرأسي على إثر حادث. سألته شو في؟ فأجاب ما في شيء، فاضي من جوا. أتنقل في الصفحات لأعثر على مقابلات ومذكرات لزميل الدراسة والتأمين خلدون أبو حسان، وزميلي في المجلس العشائري الشركسي الأردني المرحومين عمران خمش ومنير صوبر، وأصل إلى الصديقين غالب الزعبي وسميح دينو فيملأني الحبور. كذلك للمرأة نصيب كبير في موسوعة الحب، ولعلي لا أنحاز إلا مكرها، فأقرأ كل ما كتبه مؤرخنا عن السيدة المتميزة إيفاء البشير التي انتصرت على ترملها المبكر وربت أطفالها خير تربية، ثم أنشأت دار الأسرة البيضاء أتبعتها بدار ضيافة المسنين، ثم الجمعية الأردنية للتأهيل النفسي، وبعده منتدى الرواد الكبار. أمضي في رحلتي فتقابلني قصص أصدقاء والدي رحمه الله، سعيد المفتي، الحاج محمد علي بدير، الحاج أمين مرعي، عزة قندور، بين كثير من البنات. ثم يعرج مؤلفنا على قطاع هام كانت له مكانة عالية في تطور حبيبته عمان ونموها، هو قطاع العقار، ليأخذنا في جولة مع الخبير المتميز الحاج مشهور جلوقة. ويقترب من ميلي الثقافي فيعرج على الروائي المبدع عبد الرحمن منيف، ولا ينسى نصير الأدباء الدكتور معالي الدكتور ممدوح العبادي الذي أخرج روايتي والشتاء يلد الربيع بعد مكوثها حبيسة الأدراج 6 سنوات. تستمر رحلة السحر لتأخذنا إلى الشعر والشعراء، فيذكر الشاعرة مضيفتنا سارة طالب السيل والأستاذ حيدر محمود والشاعرة غدير حدادين. كما حظيت عمان بالذكر في 14 كتاب ابتداء من محمود العابدي وحتى الدكتور عبد السلام العبادي. في كل ما قرأت يصر المؤلف على ذكر انطباعات كل من قابله من الشخصيات عن مدينته الحبيبة، ولا يهمه أن يحدث تكرار، فالمحب لا يمل من التغزل بحبيبته ليل نهار، وهذا ما فعله عمر العرموطي. شكرا لك يا صديقي، أتحت لي المجال لأقدم مساهمة متواضعة في هذا العمل الهائل، فتحت مصاريع القلب والمهجة العابقة بالذكريات، أثابك الله. رئيس اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين الشاعر عليان العدوان شكر المؤرخ عمر العرموطي بمناسبة إصداره ما يزيد على 50 كتابا من ضمنها موسوعة عمان أيام زمان التي نعتز بها عن تاريخ مدينة عريقة، وأكد على دعم اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين لكل جهد يخدم الثقافة في الأردن، وقدم العدوان قصائد من شعره النبطي حول عمان والقيادة الهاشمية. المؤرخ الأخ عمر العرموطي، شهادتي بك مجروحة يا عمر بيك، أن تعلم أن اتحاد الكتاب دائما داعم لك، وسنبقى على المدى بإذن الله داعمين لكل عضو في اتحاد الكتاب ولكل مثقف في المملكة الأردنية الهاشمية. دكتور محمد المنصير، الله يعطيك العافية سيدي. سيادة الشريفة بدور، لك البصمات الواضحة في الثقافة الأردنية وفي التراث الأردني، فلك جل الاحترام والتقدير سيدتي.
تزامن معرض عمان الدولي للكتاب والذي انتهى اليوم مع مسابقة الشعر النبطي سباق الهجن برعاية صاحب السمو الملكي ولي عهدنا المحبوب الأمير الحسين بن عبد الله. قبل هذه بدي أقول عمان لأنه عمر أعطانا شيء لعمان تاريخي لا ينسى للأبد، فأقول عمان لبست بلحلة ثوب وجلال مثل الكحيلة لا مشت بالدلالي بيها عبد الله الهاشمي حلو الأفعال اللي حشمها من قديم الأول وتالي منه فخرنا وعزنا دوم نكتال طيب المكارم من عظيم رجالي طيب المكارم من عظيم رجالي. فنعود إلى مسابقة الإبل، وكانت رسالتي إلى صاحب السمو الملكي الأمير الحسين ولي العهد. أقول متسربلاً بالعز وثياب الفخار، متسربلاً بالعز وثياب الفخار، يا ولي العهد ويا نعم الأمير من سلالة في محاذركم كبار، وعاد روب المجد واثق بالمسير راعي سباق الهجن حفيد اللثار والشريف حسين على الهدل المغير شتل الكرامة منبت بهذا الديار، والرجولة والرجولة الأردني فيها خبير كنز الشموخ بداركم يا نعمة دار دار الهواشم يحفظه رب قدير ما هم من الأبحار في وسط البحار في لجتك لا غوص يا البحر الخطير واجمع القيفان من جبود المحار ذل آلئ تنهدى لك يا الأمير وذل آلئ تنهدى لك يا الأمير. الشاعر عدنان السعودي قدم عددا من القصائد التي أشادت بإنجاز العرموط الغير مسبوق والذي وثق تاريخ عمان العريق، وشكر السعودي الكاتبة والباحثة سارة طالب السهيل على هذه السهرة الثقافية بهذا الحضور من الدول الشقيقة والصديقة والقامات الوطنية والعشائرية. أحييكم من على هذا المنبر ونحن نجتمع لتكريم شخصية وطنية فذة قدمت لعمان وقدمت لهذا الوطن، فمبارك لك هذا التكريم أستاذ عمر، وشكراً لك أستاذ سارة على هذا التكريم، ومرحباً بكم جميعاً. وأنا سأقدم قصيدتي والشعر ديوان العرب لأقول المجد عنوان الرجولة سطرا، المجد عنوان الرجولة سطرا، شرف النبيل كرامة قد أمطرا. المجد عنوان الرجولة سطرا، شرف النبيل كرامة قد أمطرا، والفخر يرنو للرجال مهابة والوجه وضاء ويبهج من يرى. هذا هو فخر الرجال حكيمها، عون العدالة مذ تبوأ أبهرا. يا قاضي هذا هو فخر الرجال حكيمها، عون العدالة مذ تبوأ أبهرا. يا قاضي العدل المجلل بالنهى في حكم محكمة العدالة نورا. لا هاي تذكر للنزيه نزاهة يسمو بها بفراسة قد عبر. ما كان هذا الطول صولة ساعة لكنه الأصل المكين تجذرا. يا دولة العلم الذي قاد السنا، يا مفعما بالمجد في سمت الذرى، يا نجل شوكة والخصال حميدة عمرت وفي وطن العروبة عمرا.
يا دولة العلم الذي قاد السنا، يا مفعماً بالمجد في سمت الذرى، يا نجل شوكة والخصال حميدة عمرت وفي وطن العروبة عمرا. واليوم جئنا بالمعية نحتفي عمان تزهو والمفاخر تشترى، عمر المؤرخ كم يطيب نسيجه من نسل نزال الذي عشق الثرى. واليوم جئنا بالمعية نحتفي عمان تزهو والمفاخر تشترى، عمر المؤرخ كم يطيب نسيجه من نسل نزال الذي عشق الثرى. موسوعة العمر المجيد مجيدة والناس تعرفها بما قد أخبرا. هذه المتون قراءة وتجلد، هذه المتون قراءة وتجلد، يا صوت نزال المروءة والقرى. جبل المحامل قد تربع شامخا، والشيخ نزال عباءة من سرى. عمان مجد للعروبة قلعة حيث الصمود متانة وتصبرا. أردننا أرض العروبة منهل، من إرث أجداد الشهامة منبرا. يرث الأصالة كابرا متعمقا، ولأرضها بغداد زاد تأثرا. فهو العراق عراقة وجدارة، وفراته يروي النخيل تجبرا. يا دجلة اللغة التي شربت منى موثوقة الأوصاف لن تتكدرا. وإليك يا سارة السهيل عبارتي نشوانة بروي حرف أمهرا، فلأنت للشعر الدواة وعطرها. رويت بحور الشعر وازدان الثرى، والبحر يطرب كاملا متجملا، والنهر يعبق بالحروف بها جرى. وبنو تميم شارة وزعامة كالنجم طالب آمرا ومؤمرا، فهي القبيلة من قديم عهدها، ورسولنا أوصى بها وتوقرا. ولأنت في عمان ابنة أهلها محشومة الأهداب لن تتعثرا. فهي القبيلة من قديم عهدها، ورسولنا أوصى بها وتوقرا. ولأنت في عمان ابنة أهلها محشومة الأهداب لن تتعثرا. عمان تبقى والهواشم قادة هذه الرغيدة، والحسود تسحرا. عمان تبقى والهواشم قادة هذه الرغيدة، والحسود تسحر. فهي التي وسعت شتات عروبة وتوشحت بالمجد عقدا أزهر. أرض النشامة والأراضي نصيدها، وطن الرباط وللشهامة شمر. وعريف حفل زاهر ومحشم، وعريف حفل زاهر ومحشم، ابن المناصير الذي قد فسر. والجمع ورد قد سما بجماله، أنتم زهور والمساء تعطر. والله نرجو للعروبة هديها، تبقى الأصالة والربيع تخضرا. والله نرجو للعروبة هديها، تبقى الأصالة والربيع تخضرا. عريف الحفل الدكتور محمد المناصير أكد على أهمية موسوعة عمان أيام زمان التي هداها المؤرخ عمر العرموطي لهذا الوطن، ولهذا يأتي تكريمه اليوم من قبل الكاتبة والباحثة سارة طالب السهيل، وبحضور مميز من الدول الشقيقة والصديقة والقامات الوطنية والعشائرية. جبلية قليلة الخضرة والماء، صحة الناس بادية في ملابسهم وألسنتهم، بها مزيج من رقة الشام وجفوة أعراب الجنوب، على أن أصواتهم عميقة القرار، يحدثك الرجل منهم فتظن نفسك أمام شاشة التلفاز، ولهذا عرفت جدية الأردنيين. ووصف الأردن بأنها أرضاً أنبتت عرار، وأن عمان كتب عنها عبد الرحمن منيف:
جاء الآن دور مؤرخنا مؤرخ مديرة عمان المحتفى به الأستاذ عمر محمد نزال العرموطي، نجل سنديانة عمان معالي الأستاذ محمد نزال العرموطي وزير الداخلية الأسبق وحفيد الشيخ نزال العرموطي. وفي ختام الحفل كرم رئيس الوزراء الأسبق عن الخصاونة المؤرخ عمر العرموطي بحضور الكاتبة والباحثة سارة طالب السهيل، وكرم سفراء عدد من الدول العربية والأجنبية، حيث تم تكريم السفير التركي والسفير السوداني وسفيرة بنغلاديش وسفير أذربيجان والسفير السعودي والسفير المكسيكي ومدير المركز الثقافي التركي في عمان. كما تم تكريم المشاركين في هذا الاحتفال من القامات الوطنية والعشائرية، حيث تم تكريم المؤرخ محمد أزوقة والدكتورة الشيخة منيرفة زوجة الشيخ المرحوم طالب السهيل والشريفة بدور بنت عبد الإله، وتكريم الشيخ عبد الحي المجالي عميد القناص الفخريين في الأردن، والشاعر عليان العدوان رئيس اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، والشاعر عدنان السعودي والدكتور محمد المناصير والدكتور صلاح جرار والدكتور بركات عوجان والمهندس هشام الشراري والهام المليجي. كما كرم العرموطي راعي الاحتفال رئيس الوزراء الأسبق عون الخصاونة والكاتبة والباحثة سارة طالب السهيل بإهدائهم مجموعة موسوعة عمان أيام زمان كاملة. هذا هو سفير المكسيك، هذا هو السفير التركي، سفير أذربيجان، سفيرة بنغلاديش، سفير السودان، السودان لدى المملكة. يلا عليان عليان تلف شوي، وانا اهدي هذا الدرع الى اعضاء اتحاد الكتاب والباحثين. بارك الله فيك. سؤال محمد أزوقة، بقي ثلاث تكريمات وأنهي. الأستاذ الدكتور صلاح جرار، الدكتور بركات عوجان معالي الدكتور، انه هو لو سمحت دولة الرئيس
لتكريم معالي الدكتور بركات عوجان وزير الثقافة الأسبق. أستاذ عمر. صورة كم